أنا آسف جدا على التأخير، معلش أنا آسف، التليفون بس كان جاي لي مفاجئ يعني. يهمكش، بس ما تتعودش على كده. لا 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 خالص خالص يا عمرو، أنت أصلا مش متخيل يعني أنا متحمس قد إيه للجروب وإن أنا أكون أدمن فيه وكده. بيني وبينك أنا كنت شاكك أصلا إن أنت تردوا عليا في الموضوع الطلب إن أنا أبقى معاك وده. يا ابني عيب عليك يا ابني، أنت أصلا ما كنتش محتاج تتكلم هتشوف هتتقبل ولا لأ. أنت كنت كلمت جايدة ولا أش؟ كانوا كلموني على طول. إحنا محتاجين حد أمانة. وانت تعتبر يعني قريب مننا برضه. والله العظيم انا قريب منكم. يعني انا ممكن اطلب منك اي طلب حتى لو كان يعني حساس شويه وتوافق عليه عادي. ايوه يا ابني في ايه مالك؟ يعني انا دلوقتي مع معاكم. انت خلاص بقى يعني انت تعتبر معانا خلاص. هو بص اصل مهاب كان باعت لستة وانا الصراحه اتفاجئت باسمك قلت خلاص يعني الموضوع خلص. طب الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وبعدين يعني انا برضو بيثرني شويه فضول كده في الجروب ده بالذات يعني وانا قاعد بتفرج عليه من بره وفي مشاكل كده حساسه وغريبه شويه بتتقال يعني فبقى كان عندي فضول كده اذا كان اعرف يعني الناس دي حقيقيه اصلا ولا لا. يعني ايه حقيقيين؟ اكيد حقيقيين. انت فاكر احنا بنألف المشاكل دي؟ لا 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 العفو العفو. لا انا طبعا عارف ان دي ناس حقيقيه طبعا. لا لا انا قصدي يعني ان هو هيبقى في شباب مختلف وفي مواضيع مختلفه بتتقال فهنقعد نتكلم وهيبقى في ساعتها مثلا عندي اكسس بقى للبروفايلات الناس اللي بتنزل مشاكل وكده فاحنا لو لقيت حد اعرفه وبتاع تبقى دي حب جلاجل. لا 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 ادهم 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 انت فاهم الموضوع غلط تماما. الجروب مش كده، الموضوع محتاج امانه زي ما قلت لك، امانه وثقه. يعني الحاجات دي ما ينفعش ان احنا نستغل يعني البرايفسي بتاعت الناس، فاهم قصدي؟ طبعا فاهم؟ طبعا. لا لا انت بتتكلم صح يا عمرو، معلش انا بس خلني التعبير شويه في انا كنت عايز اقول لك يعني ان احنا بس هيبقى في طبعا في شباب وفي مواضيع حساسه احنا بنتكلم فيها، حاجات بقى طبعا تخص مشاكل هي واجهتهم، مشاكل هم خايفين انها تواجههم، حريم بقى نبتدي نقعد نتكلم بقى في حاجات بقى فاهم؟ الحاجات اللي لا 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 حريم ايه يا ابني ونخربها تخربها يعني؟ لا 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 مش فاهم. طيب لا لا مش قصدي. ادهم انت فاهم موضوع الجروب ده غلط تماما ماشي. اقول لك حاجه، انا نعمل حاجه مرحله اوليه ونجرب بعض. نجرب بعض. بص انت تخش بس تشوف الكومنتس، تشوف حد بيشتم حد، حد كسر قواعد الجروب تعمله بيان. ماشي. انت قريت قواعد الجروب صح؟ صح. ده انا حافظها صم. ايوه. تشرب ايه؟ ما انا بشرب اهو. تاكل ايه؟ مش عارف ليه مش مطمن لك.